الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا برحمتك يا رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. نبرأ إليك من حولنا وقوتنا وعلمنا وحفظنا وذكائنا ونلتجئ إلى حولك وقوتك يا ذا القوة المتين. وبعد، أيها الإخوة الأكارم، الحديث في موضوع مثل موضوع التواصل الحضاري لا يمكن أن تأتي على كثير من تفاصيله وتضاعفه من خلال هذه العجالة 20 دقيقة أو يزيد، لكن قناعتي أن الحضارة الحديثة التي يعني نعيش ظلالها الوارفة والتي حققت كثيرا من أهدافها على الأرض، نادى بها الأنبياء كلهم وجاءت بها الشرائع السماوية كلها. الإشكالية في فهم هذه النصوص عند بعض أتباع الأنبياء الذين احتكروا الخلاصة لأنفسهم دون غيرهم، فنشأ التعصب ونشأ التحزب ونشأت يعني الحروب، وأسوأ الحروب، الحروب كلها سيئة، لكن أسوأ الحروب ما هي؟ الحروب الدينية. لذلك يعني من السموم الخطيرة أنهم علمونا في المدارس أن الحروب التي وقعت بين المسلمين وغيرهم تسمى حروبا صليبية. مو ما كانت حروب صليبية، هي كانت تسمى حروب الفرنجة، لكن بعض القادة لبسون الصليب مشان يستثمروا العاطفة الدينية عند الناس، يا رايات كذا ويا كذا، يعني تحريك الحمية في نفوس الناس ولا علاقة لمسألة الدين في القضية. يعني وللأسف نحن أكثر الحروب والدماء التي تسال الآن ويعني الفتن التي يعني تقوم، شو سببها؟ التحريش بين الناس من خلال الحس الديني والعاطفة الدينية. ونحن كمجتمع شرقي عندنا العاطفة الدينية تستثار بسرعة، الجاتو الإسلامي، الهاتف الإسلامي، الموبايل الإسلامي، الكاميرا الإسلامية. هذا الخطاب أنا آسف يعني، لكن هذا وصفا صحيح، استثمار غير كريم للدين حتى يبتز الناس ويحققوا مكاسب سياسية كانت أو اقتصادية، صح ولا لا؟ ما في شيء اسمه جاتو إسلامي. والله مرة أنا كنت طالع بالطيارة مكتوب عليه جاتو إسلامي، هلا يعني بتقولوا لي إيه مشان ما حطوا له شوية واين ومشان ما اختلفنا، بس الاستثمار للعاطفة الدينية مثل بنك إسلامي، ما أدري كذا، حرب إسلامية، حرب كذا، يا أخي ما أنت علاقتك مع الله هل يطلع عليها أحد؟ هلا لو أنتم شفتوا إمام الجامع عم يقرأ قرآن ومظبط الترتيبات وكذا، أنتم بتعرفوا شو بيساوي بينه وبين نفسه؟ لا، مع بيته وزوجته وأولاده عندما ينقلبوا. فالعلاقة بين العبد وربه علاقة لا يعرفها ولا يمكن أن يتدخل فيها أحد. هي قضية أنك أنت تحشر حالك وتتدخل بالنوايا، لا أنت كذا وأنت كذا وكذا، يا أخي أنا ما قصدت هذا، يساء الظن. حتى أي إنسان يتكلم إن كان بالدين أو بالتجارة أو أي شيء، إذا هذا شو بيقصد من هذا الخطاب؟ مرة أعجبني أحد العلماء، كنا في مؤتمر وكذا، فوقف أحد العلماء، عم أقول كنا أنا حاضر وطويل بعلم ما لي علاقة، كانوا يعني هني، المهم عم أقول كنت حاضرا ذاك المؤتمر، فوقف أحد العلماء قال كلمة جميلة، قال لو أنني قلت الآن لا إله إلا الله فقط، يعني تكلم، لخرج من موجود الآن وقال هذه لا إله إلا الله، المد تبع ناقص ولا زائد، وشو قصد فيها وليش قال لا إله، يعني المقصد أن هناك في سوء ظن. فمن أنما الإنسان ينحي سوء الظن ويحسن الظن حتى تظهر له قرينة تصرفه إلى عن حسن الظن، هذا موضوع آخر. بس أنا شو بيضرني أنا لو أنا شو بنضر إذا فلان كلها دخلت الجنة، شو إلي علاقة؟ يعني شو بزعلني هذا؟ ما بزعلني. هلا بتقول لي شو هالتمييع لهذا الدين؟ مو الله قال اللهم صل على سيدنا رسول الله
عن الجنة يعني ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوء يجزى به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. والله قال إنه الذين آمنوا وعملوا الصالحات صح، طب بس الله ما قال إنك أنت إذا صليت وكذا وكذا إنك حتكون من أهل الجنة، ما حد بيعرف، ما بعرف. الله ما دخل الجنة امرأة تشتغل بالبقاء ومو مسلمة يهودية صح؟ ليه؟ شربت كلب، نزلت أجلكم الله، شافت كلب عم يمشي حول البئر مشان ما يسقط، هي رفق بالحيوان وبيصوروها وبينزلوها ما بعرف ايش على وسائل التواصل الاجتماعي، بيساووا قصة كثير كبيرة، وسبحان الله واحد ربك ما بعرف. هذا خطاب إنساني، خطاب يعني في روح إنسان. فالنبي قال فشكر الله لها صنيعها، مع أنه لا صليت ولا فدخلت الجنة. ما قال النبي أسلمت حتى دخلت الجنة، مع أنه يهودية صح؟ سؤال، ما النبي قال فشكر الله لها صنيعها فغفر لها يعني البغاء فدخلت الجنة. وامرأة مسلمة، امرأة مسلمة وبتصوم وبتصلي وبزمن النبي، بس كانت تحبس القطة ما بتخليها لا تطلع تأكل برا ولا تأكل من خشاش الأرض، فالنبي قال هي في النار. لاحظت المقاربة ليه؟ حتى أبين من هذين النصين أن هناك عناوين ثابتة أخلاقية خلينا ندور عليها مع غير المسلمين، بعدين بيدخلوا الجنة، بتدخل أنت الجنة كذا ما بعرف. هذه مسألة دخول الجنة، فكرة الخلاص بدك تصلي وتصوم وكذا، ثم تقول قال تعالى، شوفوا الآية ما أحلاها في سورة المؤمنون أو المؤمنين على الإعراب، قال تعالى والذين يؤتون ما آتوا يعني بيصلوا وبيصوموا وكذا وقلوبهم وجلة خايفين بس أنهم إلى ربهم راجعون. سيدة عائشة رضي الله عنها وعن أبيها قالت يا رسول الله والذين يؤتون ما آتوا، من هؤلاء الذين يشربون الخمر وكذا؟ قال لا لا يا ابنة الصديق، هؤلاء الذين يصومون ويتصدقون ويزكون لكن يخشون أنهم يكونوا غير مقبولين. بس أنه بلكي الله ما قبلنا. هلأ الواحد بدون ما يصلي بدون ما يصوم مجرد يشوف واحد مختلف معه بالعقيدة، أنت جيبه يا أخي، أنت خليك طبيب، قال له تعال جرب اسمع هالموعظة، اسمع قرآن، والله نحن أخي في عنا قرآن كامل مثلا، أما بدك تحاور مسيحي بدأ ما تقول له يا مشرك أنت في النار، قل له يا أخي تعرف نحن طلعنا يعني بنحب السيدة مريم أكثر منكم مثلا، هيك جيب لها دعابة في سورة كاملة عنا بالقرآن اسمها سورة السيدة مريم، ونحن لما نقرأ سيرتها نتعبد الله، في عنا سورة كاملة اسمها سورة آل عمران، ما عنا سورة اسمها آل محمد صح؟ آل عمران يعني أسرة السيدة مريم، شيء عجيب لما تذكر هذه مع غيرك سبحان الله. يعني هو الإنسان يقول معقول؟ أما بدي يقول له أنت كافر وأنت مشرك وأنت كذا وهو عم يكرمني، هو على بتقول لي يعني لأنه أكرمك بدك تغير دينك، هذا نوع من الارتزاق؟ لا، هذا نوع كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم من الشكر على الإحسان. واحد مسلم وحافظ القرآن كله عم يكفرني ويضربني ويقتلني وبيطالعني من الجنة مشان شوية شعر بوجهي، يعني احترم هذا ولا احترم إنسان يحترم إنسانيتك؟ هذا نص قرآن أيها الإخوة. الله قال ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا، هذا قرآن هيك يقول. أما التعصب وكذا فلا يمكن أن يكون هناك تواصل حضاري حتى نزيل هذه العقابيل والعقبات من الطريق اللي بده يحكي عن التواصل. هلأ لاحظوا إخواني نحن هلأ بأني شهر فبراير يعني الشهر الثاني، قبل شهر نهاية السنة وبداية السنة الماضية كل سنة، وتذكروا كلامي، كل سنة أسأل نفس الأسئلة أو الأسئلة نفسها أو عينها أو ذاتها كما تقول العرب. بجوز نهني غير المسلم بمناسبة، بجوز نقول يا أخي طيب، واحد عم يقول لي برمضان كل عام أنت بخير، يقول لي في مولد سيدنا محمد كل عام طيب، مثلا شو له علاقة العقيدة بمسألة واحد يتمنى لك الخير أنه أنت بألف خير؟ حاشا أن يكون التوحيد تثليثا أستغفر الله، ولا التثليث توحيدا. أنا عم بحكي عن المشترك، لما بحكي عن المشترك أنا شو جايني من هالموضوع؟
جايني شيء هام جدا، أنني أستطيع أن أعرض بضاعتي بحب حتى يتقبلها الآخر. الأمر الثاني حتى يكون هناك أمن اجتماعي. أما إذا هذا عم يتربص بالثاني وهذا بده يقتل الثاني، وهذا تحول الناس إلى أعداء. ومو هذا مقصد الشريعة. مقصد الشريعة الإسلامية جاءت لتنقل لتنشر الحب بين الناس، لتنشر الحب بين الناس. وقصص في السيرة النبوية كثيرة، لكن للأسف هناك خطاب ظلامي إقصائي فردي يذكر النصوص مجتزأة لحالات خاصة وينشرها بشكل أكثر، والغير المستفيد من تكسير جسور التواصل بين الناس يسلط الضوء عليها، صح ولا لا؟ أما أنه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نزل القرآن مثلا، هذه ما بيحكوها، نزل القرآن يا ريت آية، يا ريت آيتين، صفحة ونص، صفحة ونص في القرآن الكريم تتلى إلى يوم القيامة، نزلت من أجل من؟ تدافع عن مين؟ تدافع عن صحابي؟ لا. تدافع عن واحد من حفاظ القرآن؟ لا. صفحة ونصف في القرآن الكريم تدافع عن يهودي ومات يهودي، يعني ما الدفاع عن الرجل يهودي. ليه؟ لأنه دفاع عن المظلوم، لا علاقة لنا بالدين. بشكل سريع خليني أحكي لكم القصة وما بطول عليكم يعني إن شاء الله. واحد من المنافقين سرق كيس، بحكي لكم إياها بالبلد، يعني سرق كيس طحين دقيق، طحين تمام، بالطريق انتبه إنه الكيس مبخوش فيه ثقب. شو معناته؟ معناته أثر الطحين يدل عليه للزلمة، صح؟ فشو سوى ابن الحلال خلينا نسميه؟ غير الطريق لبيت مين؟ لبيت واحد يهودي، حط له دفش الباب. أيام زمان ما كان فيه مفاتيح إيطالية وست طاقات وسبع طاقات وليزر وكرت، ما فيه الكلام، باب مفتوح، حط له إياه على الباب. ثاني يوم الصبح صاحب الدقيق ما شاف مين تتبعه الأثر، مين أخذ الدقيق؟ رسول الله، رسول ولا مو رسول؟ رسول يوحى إليه ولا ما يوحى إليه؟ أنا عم ركز على النقطة هي، لنقطة هامة جدا. سيدنا محمد قاضي، والقاضي يحكم بالظاهر، ما له علاقة، قلبه شو ارتاح، في واحد شكله نصاب يعني شكله محتال ومبين عليه بس لسانه متكلم، وصاحب الحق عيي باللغة العربية، عيي يعني بتأتئ ما بيعرف يحكي، بس هو صاحب الحق. فالقاضي يحكم بمن ولمن؟ للنصاب إذا كان بيعرف يحكي، لأنه بيعرف يحكي. فقال عليه الصلاة والسلام: إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن يعني أفصح من حجته من بعض، فأقضي له على نحو ما أسمع، فمن قضيت له من حق أخيه بشيء فلا يأخذه فإنما أقطع له قطعة من النار. ليش؟ لأنه لو النبي حكم بالوحي كان كل القضاة قال لك: أخي أنا قلبي بيقول أنه أنت كذا، ما في قلبي، في قرائن بالقضاء في حكم. المهم سيدنا محمد القرائن كلها تقول أنه إيش؟ أنه هذا هو سرق الكيس الطحين، معناته إيش؟ بده يقيم عليه، ثبتت عليه الجريمة والعقوبة هي قطع اليد. لاحظوا إخواني أنه نزل قرآن يتلى إلى يوم القيامة يدافع عن هذا اليهودي المظلوم، يهودها، ويعاتب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. شو الآية؟ قال تعالى، آيات هي مو آية، خلينا نفكر فيها مقطع مقطع. إنا أنزلنا إليك الكتاب، يعني يا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد، لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. هذا الحرامي لا تدافع عنه، وهذه دعوة للمحامين، بيشتغلوا بالمحاماة، إذا دفع لك بالدولار باليورو بكذا أنا بجيب لك إياها، وأنا بنخخ لك إياها، وأنا بخليها تتنازل لك عن البيت كله، بس شو بيطلع لي؟ بيقول له أنا بيطلع لي 20%، لا قليل، بدي أنا 40%، روح على أي محامي أنا بجيب لك، بس بيعرف أنه حرام، بس حرامي. فمهنة المحاماة مو كلها حرام، لكن معظمها شبهة. المهم، إنا أنزلنا إليك الكتاب لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيمة. شو خصيمة؟ يعني لا، مو أنت تدافع عنه. شوفوا العتاب الثاني لسيدنا محمد مشان يهودي. أنا ما بقول مشان يهودي، ما عم حقا مشان يهودي، استغفر الله، وإنسان، لكن بمعنى أنه غير مسلم، مشان نرد على هؤلاء المتشددين اللي كرهوا الناس بالإسلام قبل أن يكرهوا غير المسلمين بالإسلام. قال:
واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. كمالة الآيات: ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. يستخفون من الناس، عم يتخبى هذا اللي سرق الكيس، عم يتخبى من الناس، ما في كاميرات أيام زمان، ولا يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله، وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله ما يعملون محيطا. بعدين قال: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما. قال: ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به، هون الشاهد، ثم يرمي به بريئا، اللي هو هذا اليهودي، فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. ولولا فضل الله عليك ورحمته، هذا كله عتاب لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لهم الطائفة منهم أن يضلوك، بدهم يقنعوك أنه هو استراءه، وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء، وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيمة. هاي الآيات نزلت ليش؟ مشان تعرفوا، دفاعا عن مظلوم هو غير مسلم. لما بتبين هذا النص بحبوا الإسلام ولا بيتهموك أنك أنت إرهابي؟ بحبوا الإسلام. أما لما بتقول له يا كافر يا مجرم يا كذا يا كذا وكذا، هلأ الظلاميون والنصيون يكفرون المسلمين من أجل قضايا تاريخية ما بدي الآن أذكرها مشان ما افتح على حالي كمان جدال ساعة واحدة ونص، يعني لا حول ولا قوة إلا بالله، هذه زفرات يعني، سامحونا. طيب: تلك الأهداف التي نادى بها الأنبياء ونصت عليها الدساتير أن المواطنين كلهم لآدم، وآدم من تراب. أول بند من بنود ميثاق الأمم المتحدة شو هو؟ أن الناس كلهم سواسية أحرار، مو هيك؟ يولدون سواسية أحرار يتساوون بالكرامة. هذا الكلام مين قالوا؟ ما قالوا سيدنا محمد قبل عصبة الأمم المتحدة، قال: لا فضل لعربي على أعجمي ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى، كلكم لآدم وآدم من تراب. ما قال سيدنا عمر: متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا؟ لما ابن واحد، يعني ابن الحاكم كان حاكم مصر عمرو بن العاص، ابنه سبق واحد قبطي يعني من الرعية، سبق ابن حاكم مصر اللي هو سيدنا عمرو بن العاص، فهذاك الولد انقهر ضربه. لمي تسبقني وأنا ابن الأكرمين؟ شلون أنت بتسبقني؟ ما ممنوع تسبق في حدا بيستر يسبق. فقال له: أتسبقني وأنا ابن الأكرمين؟ بعت رسالة من وين؟ من مصر للمدينة المنورة لسيدنا عمر الله يرضى عنه. فسيدنا عمر شو قال له لما وصل الكتاب؟ قال له، بعت الكتاب لسيدنا عمر بن العاص، قال له: تعال، إذا وصل الكتاب تعال أنت وابنك. مفروض يجيب مين؟ ابنه. مين اللي أخطأ؟ ابن عمرو بن العاص. مين المدعى عليه؟ ابن عمرو بن العاص. شو دخل سيدنا عمرو بن العاص حتى يجيبه؟ الله يرضى عن سيدنا عمر. مشان هيك بنقول عنه يعني الفاروق الذي فرق الله به بين الحق والباطل. المهم، قال له الكلمة المشهورة لما جاب القبطي وجاب سيدنا عمرو بن العاص وجاب ابنه، فحد القصة وكذا، قال له: ماشي، اقتص منه اضربه مثل ما ضربه. بعدين قال له: انزل بها على صلعة أبيه. سيدنا عمرو بن العاص كان أصلع، سيدنا عمر كان أصلع، مشان ما يزعلوا الصلعان. الصلعان يعني شديدو الذكاء، الله نسألك العافية طبعا. فسيدنا عمر قال له لابن للقبطي، قال له: انزل بها على صلعة أبيه فما ضربك، هون الشاهد، إلا بسلطان أبيه. لأنه ابن فلان، لو كان مو ابن فلان بيصير يضربه. شو هالعدل هذا؟ لما تخبر الناس بهذا بدهم يتواصلوا معه، بيحبوا الدين ولا لا؟ بيحبوه. أما لما بتقول له أنا وأنا وأنت في النار وأنت كشف. هلأ في نقطة بدي أختم فيها إخواني، هذا خطابي في معرض الدعوة، في معرض الدعوة، لكن في معرض التعليم وفي معرض التأصيل الشرعي، إذا أردت
أن تحقق مرضات الله لابد أن تكون موحدا، لابد أن تكون مؤمنا، لابد أن تلتزم بالأخلاق. لكن أنا لما بدي أدعي غيري من الخطأ بمكان أني طعم الولد الصغير اللي عمره 6 أشهر مثلا يعني أكل جسمه بيموت، بيصير في الدعوة إلى الله تبحث عن المشترك، في الدعوة إلى الله تبحث عن المتفق عليه. والله قال وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. ما بميع الدين، قل ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، كل هذا دعوة بالتوحيد وكذا بس بأدب. بعدين فإن تولى فقولوا اشهدوا بأنه مسلمون، لا بنسبكم ولا بتسبونا ولا بتقتلونا ولا نقتلكم. معرض الدعوة شيء، ولهذا عم بحكي عنه إخواني مشان ما يفهم عني أني أنا شوي تاني ساوينا الدين شوربة. رويك واحد بعت لي قال لي ساويت الدين شوربة، خلاص بأمين لك استغفر الله، أسأل الله أن يميتنا على الإسلام، أسأل الله أن يميتنا على التوحيد، أسأل الله أن يميتنا على القرآن وأن يبارك في أعمالنا. حاشا، لكن أنت ليش الله أصلا أرسل الأنبياء؟ إذا بهذا التفكير ما في داعي الله يرسل الأنبياء، صح ولا لا؟ صح؟ صح. طيب الآن نحن في حد عنده سؤال؟ تفضل. حضرته؟ دفن. حضرت توفي. اي اهل المتوفي. اهل المتوفى، متوفي يعني هو اللي بيقبض ارواح الناس، المتوفى اللي مات، اهل المتوفى. حاول تكون حسن اقتراب بلد الاصل. اي فبعض الحاضرين هاي بدعه ولا حرام؟ اي هلا حرام واسعة شوي، مو حرام بس ما لها طعمه، يعني ما يعني كلمة حرام الله قال ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذبة هذا حلال وهذا حرام. كلمة حرام كلمة كبيرة، الذي يقول حلال وحرام الله، ما فيها شيء، لكن انه يعني في له داعي ما له داعي، يعني هذا عنده حب للوطن حتى في الموت. سيدي صح، يعني بقصد هي بدها تكبر عنا شوي، تولد جدل نتيجة الجهل. أنا يا سيدي مرة من أشهر كنا بمعية أخونا حسام، رحنا بدنا يعني نحضر، توفى والد أخ إلنا، عم بدعي أنا، إجا الابن قال لي ادعي له لبابا، أنا عم بدعي واحد ترى كل الناس اللي عم تقول آمين وموقف موت، بدعة، هذا بدعة، ليش عم يدعي لك اخي استنى حتى خلص دعاء بعدين. ففي ناس هيك قد هيئوك لامر لو فطنت له فربأ، يعني بعد بنفسك ان ترعى مع الهمل. الحمد لله على نعمه العقل. عندنا اخ يريد ان يدخل الاسلام، فلا باس يعني ان نحضر هذه النعمه العظيمه. تفضل اخونا، تفضل تفضل اخي حميد انت وياه حتى نلقنه الشهاده. اهلا وسهلا. السلام عليكم، كيف حال؟ ان شاء الله بخير. اهلا وسهلا. الحمد لله. السلام عليكم، كيف حال؟ اهلا وسهلا. فنوير يوكي يا لطيف. يوكي طيب، نحن مين ياخذ لنا لقطه تبعت لنا اياها باليورو بنتحاسب ان شاء الله. طيب بس يعني انا شكسبير بالانجليزي مشكله يعني. إنجليش. أشهد أشهد أن لا إله إلا الله إلا الله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا رسول الله. رسول الله. مبارك إن شاء الله. مبارك إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله. الله عز وجل يتقبل منا جميعا. وهذا أخونا من أمريكا دخل الإسلام، هذا أكبر رد على أولئك الظلاميين الذين ينفرون الناس. أسأل الله عز وجل أن يثبتك، أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يميته وأن يميتنا جميعا على الإسلام، وأن يكون داعية في بلده لدين الله عز وجل. وتقبل الله منكم جميعا. مبارك إن شاء الله. إن شاء الله. مبارك إن شاء الله. واركوله الأخونا حتى نشجع هؤلاء على دين الله إن شاء الله. مبارك. أهلا وسهلا. الله يخليك. السلام عليكم. شو اسمه هو؟ What's your name? Carl. 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 أهلا وسهلا. Welcome.
هي 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 مشكور الله حكينا لنا هالكلمه يعني. قلتنا شيخنا ترى ليش اسلموا اهل اندونيسيا بالمعامله الطيبه. السلام عليكم اخي حسام، كيفك؟ ان شاء الله بخير. وصلنا بجوز صغيره. جزاكم الله رجع سامي. جزاكم ما بعرف والله مو مبين. سلام عليكم. سلام كيف الحال؟ ان شاء الله بخير. السلام عليكم، كيف الحال؟ ان شاء الله بخير. كيف حالكم؟ ان شاء الله بخير. اهلا وسهلا.